وأول فقراتنا هذه حنفردها لمساحتنا الطبية، وحنحكي اليوم عن موضوع الأمراض الصدرية خاصة عند الأطفال. حسب دراسات طبية أثبت أن الأمراض الصدرية عم تكون هي عامل أساسي بمعدل الوفيات والأمراض عند الأطفال. اليوم تحت عنوان الأمراض الصدرية عم ندرج أنواع كتير من الأمراض الصدرية مثل الربو، الحساسية، التهاب الرئة، التهاب القصبات وغيرها. اليوم بدنا نعرف من دكتورتنا إذا كانت الأعراض هي نفسها بكل نوع من أنواع الأمراض، وهل هي خطة العلاج واحدة؟ أكيد، يعني ممكن رشا من أكثر الشغلات المزعجة أنك تشوفي طفل عم يتألم، مو قدران يتنفس، دائما يمكن عصبي منفعل، أخلاقه ضيقة. لهيك إحنا دائما بنقول إنه الأطفال هنن الشريحة الأكثر تعرض للأمراض، ولا سيما الأمراض الصدرية يلي البعض منها ممكن يكون وراثي من العائلة أو ممكن يكون مكتسب في حال كان الطفل موجود بجو فيه كثير من التلوث، تدخين، غبار، عدوى بكتيرية، حتى كمان فينا نقول تقلبات الطقس، يوم برد يوم شوب. فإذا طبعا الكبار عم يتعرضوا للأمراض ويتأثروا، فما بالنا بالأطفال يلي هنن محور حديثنا لليوم وموضوعنا. رح نحكي أكثر مشاهدينا على الأمراض الصدرية مع ضيفتنا يلي صارت ضمن الاستوديو، الدكتورة بشرى جنيدي، اختصاصية بالأمراض الصدرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يا هلا دكتورة. بداية خلينا نعرفك بشكل أوسع وقت منقول الأمراض الصدرية عند الأطفال. اليوم فقرتنا فقط للأطفال، خلينا نحكي عن الأنواع. شو بيشمل اليوم الأوجاع الصدرية؟ هلا الأمراض الصدرية بتنقسم لشيء حاد ولشيء مزمن. الأمراض الحادة هي الإنسانات اللي عم تحكي أنت كنتي عنها، هي تبعي التقلبات الطقس، الشغلات الفيروسية اللي بتصيب يا الطرق التنفسية العلوية اللي بتعمل الرشح، التهاب البلعوم، أو بتصيب الطرق التنفسية السفلية اللي بتعمل زوات الرئة، وهالأمراض اللي أنت كنتي عم تحكي عنها. أما الأمراض المزمنة هي اللي بتشمل الربو، بتشمل الأمراض نادرة شوي بس نحنا عم نشوفها، يعني مثل الداء الكيسي اللي فيه، مثل أمراض أخرى يعني عسر. شو هي أكثر أمراض اليوم بهذا الوقت عند الأطفال؟ هلا الأمراض يعني شيوعا، خلينا هلا هلا نحن اللي عم نشوفه بالعيادات هو الأمراض الفيروسية، هو الأكثر شيوعا، الإنتانات السبيل التنفسي العلوي، الرشح، احتقان البلعوم، ممكن يتطور بعدها شيء جرثومي يعني. طبعا تفضلي. تمام دكتور، يعني حضرتك انت عم تذكري لنا من ضمن الامراض الصدريه الشائعه الربو، خلينا نتعرف اكثر على هذا المرض، نتعرف على اعراضه، باي عمر ممكن نلاحظ انه يكون موجود عند الطفل؟ هلا الربو بينقسم، هلا نحن في شيء اسمه ويزنج، فالازمه بتنقسم لويزنج قبل الخمس سنوات ولا ويزنج بعد الخمس سنوات. قبل الخمس سنوات نحن ما بنثبت انه هذا هو ربو، ممكن واحد من كل ثلاث اطفال ينصاب بويزنج، انه هي اللي بتجي، انه بتجي هجمه على الصدر، ممكن يكون سببها فيروس، ممكن يكون سببها شيء انه شيء وراثي. هي الشغلات اللي قبل خمس سنين هي غير الشغلات اللي بعد الخمس سنين. قبل الخمس سنين علاجها مختلف عن العلاجها بعد الخمس سنين. قبل الخمس سنين ممكن تزول، انه نحن عندنا مثلا بعمر ست سنين تزول عند البلوغ، اما اللي بيكون اللي ببلش بعد الخمس سنين له معايير. طيب دكتورة، ذكرتي وقت منقول الربو وخاصة عند الأطفال هو حالة جدا مؤلمة، خلينا نقول مفزعة للأهل. يعني أنا بشوف بعرف الطفل يعني كان تجيه هجمات ليلية، سعال ما يوقف يعني، وضيق نفس كتير قوي. خلينا ذكرتي حضرتك أنه قبل الخمس سنوات اليوم الطبية نحن ما بنقدر نثبت أنه هاد حالة ربو مزمن لبعد الخمس سنوات. طيب اليوم في عنا عمرين، نحن خلينا نحكي بطرق العلاج قبل الخمس سنوات وبعد الخمس سنوات. هلا نحن بشكل عام اول شغله لنقول انه مين رح يستمر عنده الربو، هي انا الاهل بيجوني على العياده بيقولوا لي رح يضل عنده الربو بعدين، في معايير في تصانيف. نحن 50% من الاولاد ما رح يشوفوا له نوبه بعد ال 50، غير هال 50% ببلش عندهم قبل الثلاث سنين وبيروح بعمر الست سنين، هدول على الاغلب ما عاد رح يجيهم شيء. اما اللي ببلش عندهم بين الثلاث سنين وست سنين وضل عندنا على الست سنين، هدول مؤهلين انهم يكملوا الربو. اللي ببلش عندهم قبل ثلاث سنين وبيضل على الست سنين كمان، هدول ممكن يستمر عندهم الربو. الريسك فاكتورز تبعه انه يكون حدا من الاهالي ما عنده حساسيه، يكون الطفل عنده اتوبي، يكون في باختبار وظائف رئه اللي نحن بنعمله بعد الخمس سنين يكون مبين انه في اصابه ربويه او هيك شيء. وطبعا سير المرض هو اللي بحدد العلاجات اللي عم تساليني عنها. نحن هيك صار في قفزه بعلاجات الربو، قبل كانوا يعتمدوا على الكورتيزون، على الثيوفيلين، على هدول الشغلات. الكورتيزون صار له استطبابات، الثيوفيلين انمنع،
ما له بقى موجود. كثير بنشوف انه اطفال عم يجيهم انه نوبات وهيك شغله انه عم ينحطوا على هذا الشيء، هذا الشيء له عامل سميه وعامل البخاخات. البخاخات بدنا نوعي الاهل، البخاخات ما بتعمل تعور، البخاخات ضروريه، لا توقفوا البخاخات لحالكم. الطفل بينعطى قبل الخمس طبعا سنة. بينعطى له حجيره ما له بقى الموجود، هي القفزه اللي صارت بعلاجات الربو عند الاطفال. يعني هي الشغله انه نحن عندنا بخاخات رح تلتزموا فيها، في مضادات مستقبلات الليكوترين كمان، ممكن هي اللوكست انتم بتعرفوها باسم اللوكست، هي الشغلات صارت هي الحجر الاساس بعلاج الربو عند الاطفال. يعني منشوف اليوم انه بعض الاهالي لما طفلهم يصير عنده سعال، يصير عندهم ارتفاع بالحراره، يصير عندهم هي الامور البسيطه، يعني بتلاقيهم خلص انه يا بيقولوا لك انه انا ما رح اعطيهم دواء، خلص انه انا بدي خلي مناعتهم تقوى، او ممكن مثلا يعطون ادويه اللي بنعرفها نحن الشائعه الادويه الصدريه. فخلينا اليوم نحكي قديش نحن مهم كاهالي يكون عندنا وعي اكثر، نعرف نحن نعطيهم الدواء المناسب ونعرف شو هو مرضهم يعني، وحاول نرجع للدكتور. كل ولد اقل من عمر 5 سنين بدك تاخذيه عند الدكتور. يعني لا تبلشوا انتم بيجوني على العياده مثلا اهل نحن بنعرف انه هو بده بريدلون، انه هو فورا اعطينا البريدلون، لا تعطوه لحال، لا خلوا طبيب يفحصوه. البريدلون ما نو كل ولد بيجينا انه بده بريدلون او كورتيزون او هيك شيء، خلوا الطبيب يفحصوه. يعني هي الشغله الاساسيه. هلا مو كل ولد سعل هو معه ربو، مو كل ولد كل مرشح سعل هو معه ربو، لا الفحص السريري هو حجر الاساس. ونحن بالمراقبه بنشوف قبل ال5 سنين ممكن يسموها هايبر رياكتيف ويزنج، يعني انه شيء فرط حساسيه بالقصبات، انه في فيروس انديوست ويزنج، انه شيء الفيروس حرض الويزنج. فانتوا لا تعطوا شيء وراجعوا الطبيب وراجعوا الاطباء المختصين، وطبعا الصيادله الاطباء الزملاء الغير الصدريه، يعني انه البخاخات اللي توقفوها لحال هي اللي المهم. طيب طالما ذكرتي الحساسية، عندنا كثير أطفال بيعانوا من هي الحالة، ودائما طبيا أحيانا بيكون الربو بيرافق الحساسية ببعض الحالات عند الأطفال، فاليوم هيك بيوقع الأهل بيحتار إنه هي حالة ربو أو حالة حساسية، وخاصة وقت العوامل الخارجية بتهيج موضوع الحساسية عند الأطفال. نحن اليوم كيف قادرين نميز إذا كان طفلي بحالة ربو أو بحالة حساسية؟ هلا هي اللي كنت عم قلك إياها قبل شوي، يعني انه نحن قبل ال5 سنين نحن ما رح نقول انه هذا ربو، خلص نحن بدنا نراقبه. انتم مؤهلين انه يكمل عنده الربو مثل ما حكينا قبل شوي، اللي ضل عنده عمر 6 سنين ربو وما راح، هذا مؤهل انه يكمل عنده ربو. اللي عنده اهله عندهم ربو، اذا عندك انت one parent انه عنده ربو، هو بيخلي الولد انه يكون عنده 33% احتمال انه يكمل معه ربو. والحساسيه اليوم تبلش قبل الحساسيه هي نفس الربو، بس يعني مثل ما عم قلك انا مثلا قبل 5 سنين نحن ما رح نقول عندنا ربو، بعد 5 سنين خلص الى تشخيص، اختبار وظائف الرئه، الى اختبارات بالدم، اللي عنده اكزيما، اللي عنده هي رح ممكن يكمل معه ربو، وبده يتابع من قبل طبيب صدري. في اطفال على البلوغ بيتحسن عند الموضوع الربو بيروح، يعني اليوم ما في اعراض للحالتين بين الربو، الاعراض نفسها بضيق نفس، بيجونا بسعال، بيجونا بالويزنج، ممكن السعال يكون هو العرض الوحيد، السعال المستمر، السعال الليلي، السعال اللي بيصيبنا اكثر من يوم بالاسبوع يكون هو العرض الوحيد للربو. تمام. طيب يعني دكتور، يعني بنسمع انه في مصطلح صفير بالصدر، أيوة شو بنقصد الويزنج. فيه؟ ايوه هون بيقولوا انه ممكن في أيوة الويزنج، هي اللي عم نقول عنه قبل ال5 سنين انه هو ويزنج، بعد ال5 سنين مع معاييره ممكن يقول عنه انه ربو. تمام. يعني كمان فينا نقول انه بعض الاشخاص بيلجأوا للطب البديل، ممكن للعلاج بالاعشاب لحتى يعالجوا يعني بعض الامراض الصدريه. خلينا نوضح شو هي الامراض اللي فعلا ممكن نقدر نحن نعالجها بالاعشاب بالطب البديل. للشغلات اللي بدك تعالجيها بالاعشاب هي الانتانات، السعال المحرض بالانتانات الفيروسيه اللي ما فيه ويزنج. يعني انت مثل لما رشحتي وصرتي تستعلي كثير، انه لما بتجيبي هالشغلات الحاويه على اللبلاب، طبعا انت لما بتشربي زهورات لما بتهي نفس كانك اخذتي للدواء، وبظل الغلاء وارتفاع الهي. انا هيك بقول للاهالي شربوا 1 كاستين زهورات وخلص بلا هالادويه. يعني طيب دكتورة، طالما عم نحكي بالأعشاب والطب البديل، اليوم نشوف ناس كتير بتروح لهي القصة للطب البديل، اليوم في خطورة بهي القصة يعني، ولا المفروض اليوم الدكتور المختص يكون هو مشرف على حالة الطفل؟ هلا
بالربو هيك ما في شيء اسمه طب بديل، يعني في بخاخات، في مضادات مستقبلات للكترينات، هي الحجر الاساس، في الهجمات اللي بتجي بدها كورتيزون فموي او وريدي او هيك شيء، هي حجر الاساس، ما فيها طب بديل، لا ما فيها شيء عشبه بنوب عنن لهدول لا. تمام، يعني بيختلف فينا نقول العلاج عند الاطفال والبالغين بالربو او هو بيكون نفسه؟ هلا تقريبا البخاخات هي نفسها، نحن الاساس عندنا هي البخاخات الحاويه على الكورتيزون، والبخاخات هي الشورت اكتنج بيتا اكتيفيتنج، هي اللي بتوسع القصبه. طبعا كل سنه الجايد لاينز تبع 2022 غير الجايد لاينز تبع 2023، ومضادات مستقبلات للكترينات وهيك. في شغلات عند الكبار بتستخدم بسن قبل الصغار، بتكون ممنوعة قبل 5 سنين. طيب دكتورة خلينا بس نرجع نضوي شوي على موضوع الأعشاب اللي كتير من الناس اليوم عم بتروح، خلي تكون هي وقائية قبل ما يتطور الفيروس. نصحح شوية معلومات يعني من حضرتك كونك القرنفل، نشوف كتير أمهات بتروح لموضوع القرنفل أنه بتشيل رأس القرنفل وبتغلي مع زنجبيل لتخفف هجمات الربو عند الأطفال، هي طبيا صح أو غلط؟ غلط، بتحرض، ممكن تحرض القصة؟ ما بالروايح كلها، لنحنا ولد الربو شو منقله؟ منقله النصائح العامة بعد عن الروايح، فنحنا أكيد ما رح ننهي. هلا الشرب أي سوائل ساخنة هي بتعمل ميوعة بالمفرزات، يعني أي أنت سعلة بعد أنتان فيروسي أنت بتقولي له شرب سوائل ساخنة قد ما فيك، هدول الشغلات هي مخففة يعني ما أنا معالجة بالنهاية، ما أنا معالجة لا. بس أنها تكون هي العلاج لحالها طبعا غلط. طيب خلينا نسألك عن جلسات الرذاذ، كثير من الأمهات بتقلك أنا ما بدي أعود ابني على هاي الجلسة لأنه فيما بعد رح يكون في الجهاز الصدري عنده يعني عرضة أكثر للإنتانات طبيا. الرذاذ صح أو غلط؟ يعني في مشاكل فيما بعد أو طبعاً سلبيات؟ طبعا لما الولد بدها تكون جايته هجمة الربو ما في شيء رح يحسن له غير الكورتيزون جلسة الإرذاذ. ممكن البخاخات تستعيد إذا ما في عنده عسرة تنفسية اضطر لينقبل بمشفى، ما أنا محتاج لجلسة الإرذاذ. في شغلات بتتعالج بالبيت، أهالي الولاد الربو اللي بيتابعوا عند مريض عند طبيب صدرية بيصيروا بيعرفوا من أول المرضى، فما عم يضطروا يراجعوا المشفى. عرفتي؟ أما أنه جلسات الإرذاذ بتعمل تعود أكيد لا، البخاخات بتعمل تعود أكيد لا. هي أفكار هيك بنحب أنها تنتشر، والأهالي ما عاد بقى يقولوا لي أنا وقفت البخاخات لأنه جارتي قالت لي. لا عم تعاني من هاي القصة كتير حضرتك كتير كتير، أنه لأنه جارتي قالت لي بكرة بيتعود صح أنه هيك. لا خلص، ما في شيء اسمه يتعود على البخاخات. أنتوا عم تراجعوني في تشيك أب كل 3 شهور، كل 3 شهور نحن ممكن إذا وضعوا الولد مستقر أني أعملك ستيب داون، يعني نخفف ونوقف بعدين. أما أنه شغلت أنه يتعود أحسن ما تجي شي نوبة وتضطري تأخذيه على المشفى ولا سمح الله يضطري يفوت عيناي مشددة، لا التزموا بالعلاجات. تمام، هي يعني كمان نحن بنشوف انه في كثير عادات سيئه الاهالي ممكن يتبعوها، خصوصا الام يعني اللي بتبالغ اليوم بالتنظيف بالبيت، يلي بتلحق اغراضه للولد بدل عم تنظفهم، هذا الشيء يمكن غلط، ممكن يسبب امراض صدريه بعد الروائح مثل الكلور مثلا. خلينا نوضح هذا الموضوع. هلا هي المحاذير اللي نحن بنقولها للاهالي، اول شغله الابتعاد عن التدخين، ما في شيء اسمه ولد رح يتعود على الدخان، ما في شيء اسمه ولد انه رح يتعود انه تدخنه بغرفه ثانيه، لا الولد عندك ولد معه ربو انت ما لازم تدخن بكل البيت، حتى يمكن البودره ولا بودرة روائح العطوره، روائح التنظيف، الحيوانات الاليفه، بنحاول يكون البيت مش مستقد ما فينا، رطوبه كمان ممكن تحرض الهي، ممكن المزروعات تعمل له نوبه، يعني في هلا كل شيء معناته اليوم دكتور عنا هي رح اقول لك انا انه في هي سكين تيست انه والاي جي اي سبيسيفيك بالدم، هدول بيقولوا لنا انه الولد عشو هو متحسس اكثر. فلما حتى الصراصير اللي بتكون موجوده بالبيت ممكن تعمل، يعني اليوم طبعا الاهل ممكن يلجأوا لهذا التحليل ليعرفوا اليوم سبب الحاله اللي عند ابنهم. ممكن تيست مانو، يعني في اهالي انه ماديا ممكن تكون انه هي الاي جي اي سبيسيفيك صار مكلف، بس هي سكين تيست انه مانو كثير مكلف يعني. طيب دكتوره ذكرتي نقطه كنت اسالك عنها، كثير من الحالات يعني من خلال المجتمع اللي حوالينا بتقول لك انا ابني صار عنده حاله ربو لانه انا البيت اللي ساكنه فيه رطوبه كثير قويه والشمس ما بتدخله، اذا يعني حضرتك عم تقولي انه هو بيكون عنده قابليه للاستعداد لينصاب بحاله الربو، يعني الرطوبه وعدم التعرض للشمس فيتامين د يعني قديه له تاثير سلبي بهي القصه؟ طبعا له تاثير كبير، بيجوني مثلا الاهالي نحن وصفنا البخاخات وعم يلتزموا وعم يبخوا مضبوط، وهي شو المشكله؟ البيت رطب.
انه المشكله انه احيانا ما عم يقدروا يغيروا البيت اكيد يعني. فانا يعني هي الحاله انه انا ما عاد فيني بعمل ستيب اب بالعلاج، مع انه هو لو ساكن ببيت مشمس وبيت صحي ما رح يكون نفس تمام. يعني يمكن كمان بنشوف من الامراض الصدريه الشائعه بنشوف انه في التهاب الرئه، التهاب القصبات، خلينا نوضح هدول المواضيع، شو اعراضهم، شو اسبابهم؟ تفضلي. هلا التهاب الرئه ما انه كثير شيء شائع يعني مثلا نسبته مانا كثير كبيره، يعني انه مو كل ولد رشح سعال انه تخافوا انه معه التهاب رئه. لا، التهاب الرئه بيجي بحراره عاليه، استمرت بعد الانتان، على الاغلب بعد انتان فيروسي، استمر معه بعده انتان جرثومي، ممكن الانتانات الفيروسيه مثل وقت الكورونا والقصبات كثير بنشوف نحن انه هي التهاب القصبات يعني في شيء شائع يعني هي البرونشايتس، انه يعني هي السعلة انه كل سعلة، لا مو كل سعلة هي التهاب قصبات، لازم يكون في شيء بالفحص الصدري، يكون في ضيق نفس، يكون في حرارة عالية، هي المقول وقتها انه في زاد رئة. وطبعا ممكن يكون عندها اختلاطات، هي الشيء اللي بنسميه الدبيلة، الانصبة بالجنب القيحي، هي شغلات نادرة، لا تخافوا يا اهالي. طيب دكتورة قبل ما نروح لخطة العلاج خليني بس نسألكم، هلا نحن يعني تقلب بالجو هذا بيعمل تأثير كثير سلبي يعني للكبار والصغار، وخاصة صغار اليوم معنا عم نحكي نحن بمعدل مناعة قوي عندهم، فهن معرضين أكثر اليوم لتقلبات الطقس. بالرشح يعني بيقولوا إنه دائما مو فورا نروح للأدوية للمضادات، ولكن عندك حالات وقت الأم بتنتظر على ابنها، هذا الرشح ممكن يزيد ينزل على الصدر يعمل آفة صدرية، نروح بموضوع صدري، مرض صدري. إيمت اليوم لازم الأم تنتبه إذا ابنها اليوم بحاجة لأدوية التهاب، بحاجة لمعايد دكتور؟ هل اليوم في أعراض إن كان بأسهل المخاطب الأنف أو بالسالة؟ لا ما كل يعني أي ولد رح يرشح رح تنزل المفرزات تعمل هيك سيلان خلفي ورح تعمل سالة. اللون، طيب اللون يعني أحيانا ما إله هلا الإنتان الفيروسي ببلش بمفرزات رقبة بين 4 إلى 6 أيام بصير لون المفرزات خضر، بتزيد السعلة، وبعدين المفروض فيها دم كمان وقت بيكون لا لما بيكون فيها دم هذه علامة راجعوا الدكتور فورا، لانه بيقولوا اذا تغير سائل المخاطي للون ثاني للفيروس يصيروا بين 4 و6 أيام، هي رح تشد عليك بعد 10 أيام رح يكون في امبروفت، ممكن يختلط بالتهاب جيوب قيحي، ممكن يصير شيء بالرئه، بس هي شغلات كثير نادره. يعني اليوم نحن ما فينا ناخذ انت بتراجع المشفى، بتراجع لما بيكون في ضيق نفس، لما يكون في حراره استمرت اكثر من 5 أيام راجع المشفى. تمام. يعني بما انه هيك عم نحاول نحكي عن انواع الامراض الصدريه ونعرف عنها اكثر، في عندنا شيء اسمه التليف الكيسي، فينا نوضح عنه؟ داء الكيس اللي فيه هو مرض ما انه شائع يعني هو مرض من الامراض النادره، بس هو من اكثر الامراض الوراثيه اللي بتخلي سبب وفيه. هلا نحن قبل فتره كانوا يمروا لعنا على هدول بيتشخصوا بالمشفى لانه بيحتاجوا دائما اغلب الوقت قبلات مشفويه، هو مرض وراثي بينتقل بصفه متنحيه جسديه، وهو مرض بالاول بيعمل عندنا ممكن يعمل اعراض صدريه وممكن يعمل اعراض هضميه. الاعراض الصدريه بتجينا بسعله، بتجينا بذوات رئه متكرره، الاعراض الهضميه بيكون في اسهالات وعدم كسب وزن، لهيك نحن كل مريض بيراجعنا على العياده مع اعراض صدريه قديمه المهم عندنا اول شغله صحته العامه، نقص له وزنه، ناخذ له طوله، لما في فشل نمو نحن لو انه في وزيز، لو انه في شيء محرض نحو الربو بنعالج بالاول نحو هالشيء، بس بنحط ببالنا الامراض الثانيه اللي منها هي المرض هالمرض النادر اللي انت عم تحكي معه اللي اسمه الداء الكيسي اللي فيه. طيب دكتوره كونه عم نحكي عن الاطفال، فنحن اول شيء موجود بصيدليه البيت والبراد هي خفضات الحراره، يعني اي عارض عند الطفل عم نروح فورا قبل تشخيص الحاله، ان كان اسنان ان كان رشح اي شيء، عم نروح لموضوع خافض الحراره. اليوم الام هل هو سليم تماما يعني من دون وصف الطبيب؟ طبعا خافضات الحراره هي شغله، انت مثلا راجعتي الدكتور ارتفعت حرارته للولد بالليل، انت خلص تعرفي الجرعه اللي بدك انت تعطيها اياها للولد. عندنا نوعين من خوافض الحراره، نوعين هو السيتامول هو الإبوبروفين، هذان المصرحين عند الأولاد. السيتامول بجرعته العادية أنت بتعطيها طبعاً، بس بجرع اللي قايلك عنه الدكتور، لأنه بجرعات الزايدة ممكن تعمل سمية كبدية. البروفين عند مرضى الربو ممكن يحرد نوبة، فنحن ما بنعطيها إياها. والبروفين كمان شو اللي عندنا هيك شغلة، إنه لازم يكون مو على معدة فاضية، لأنه البروفين ممكن يعمل قرحة بالمعدة، فأنت ما بتعطيها على معدة فاضية ومريض ربو
تحاولي قد ما فيك انه ما تعطيه. كان تحميل بتحرد؟ لا ولا تحميله، التحميله هي مثل البروفين، ولكن يعني احيانا الطبيب بيقول لك بدلي بدلي وقت تكون حراره كثير قوي على الطفل، بيقول لك مره هيك مره هيك. هي شغله ثانيه، هي من زمان كنا نقول نحن كل اربع ساعات الولد اللي ما عنده ربو، اربع ساعات بتعطيه سيتامول، اربع ساعات بتعطيه بروفين. هلا الاب تو ديت الجديد تبع 2023 انه هي العلاج التناوب مانو ضروري، انت بتعطي سيتامول ما تحسن عليه خلص انت بدك تقلبي على البروفين. تمام، هي الشغله الجديده بها. تمام، يعني خلينا نحكي عن موضوع شوي مهم، يمكن الاطفال بسبب مناعتهم الضعيفه، مناعه جسمهم ضعيفه، ممكن يتعرضوا لكثير من الامراض او يصير عندهم عدوى بالامراض بالمدرسه. خلينا نعطي اهالي للمدرسين نصائح للاهالي او للمدرسين بالمدرسه. هلا انتم عم تضلوا تقولوا انه الاطفال مناعتهم ما هي، ما انا مناعتهم ما ضعيفه، هي مناعتهم عم تتشكل هلا. صحيح، بس يعني احنا كلنا ممكن يلقطوا اي مرض بعمر، بس الفيروسات كلها جديده عليهم. فلا، انتم روحوا الولد اطلع العب بالتراب، لو انك رحت على روضه، لو انه صار عنده، الا طبعا اللي عنده فعلا نقص مناعه هذا لازم نخاف عليه. اما شغلات تقوي المناعه طبعا التغذيه الجيده هي الاساسيه، الابتعاد عن التدخين عند الاهل كمان شغله اساسيه. يمكن المراه الحامل في منهم ما بينتبهوا لهذا الموضوع، ممكن الطفل يخلق المراه الحامل التدخين عندها او حواليها، ما هلا ما بيعمل، بس بيعمل ممكن يحرض لربو عند الاطفال. ففعلا هي النقطه مضبوطه، الابتعاد عن التدخين، التغذيه المنيحه، الرياضه، الاكسرسايز، روحوا العبوا بالتراب، تكسبوا، لو انه رحتوا على الروضه، لو انه مرضتوا، لو انه هي هذا شيء طبيعي. قد ايه اليوم الاهالي عم يتقيدوا بهدول النصائح دكتوره من خلال المرضى والله اللي عم يزوروا؟ انا شو بعاني بالهي، اول شغله بعلاجات الربو عدم الالتزام بالبخاخات، هي انه الاهالي الحواليه بيتعود على البخاخات، هي شغله من الشغلات اللي بعاني مع الاهالي. الشغله الثانيه التدخين، هي شغله التدخين والارجيله والهي، هي شغلات يعني كثير صعب انه الاهل يطاوعوك فيها. هي من اكثر الشغلات. يعني ثالث شغله انه ما بيعرفوا يبخوا صح، هي شغله فيني زبطه عندي بالعياده. وعم يتركوا اليوم اطفالهم هيك على راحتهم، انه مثل ما قلت اليوم الطفل اذا ما لعب بالشارع، ما لعب بالتراب، ما خلينا نقول انا رح احكي عن حالي بالاول، انه انا قليله، انا عن رح احكي عن حالي اني انا كثير بخاف على ابني يعني. طيب انت اليوم عم توجهي نصائح لكل حدا اليوم عم نشوفنا انه لا انا دائما شو يعني بحاول، يعني لو انه نحن بنخاف، يعني انا اكثر شخص ممكن بخاف، ممكن كثير مبشوق، فبحاول لا اكسروا حاجز الخوف، يروحوا يلعبوا بالحديقه، يلعبوا بالهي، يطلعوا برا البيت، لو انه شويه بروده مثلا، قلب الطقس كذا. يعني انت عم تتقيدي اليوم دكتوره بهدول النصائح؟ يعني عم حاول، عم بكسر الحاجز انا. اليوم قلب الام يعني دائما بتقول لك انا بدي حافظ على ابني، ما بدي العب بالتراب، ما بدي يبص الثياب. لا لا لا، انا هي شغله اللعب بالتراب وهي الشغله، لو انا يعني من اكثر الاشخاص اللي بينتبه على الاطفال، بس لا خلوهم يلعبوا بالحديقه، طبيعه بالنهايه، طبيعه وارض، طبيعه بتحسن له مناعته، بتحسن له جهه، حتى يعني كعقل كرياحه للطفل، بتحسي الولد اللي بيكبر بصير ادراكاته اكبر. ايوه، ادراكاته اكبر. يمكن حاولنا هيك عم نعطي نصائح عن الامراض الصدريه. خلينا يعني بالختام سريع، شو نصائحك؟ نصائحي هيك بشكل عام يعني، ولا لأولاد سريعة الربو ولا نصائح، تفضل. نصائح سريعة، يعني الولد الطفل اهتموا بتغذيته، ابتعدوا عن التدخين، التزموا بالبخاخات، الأطباء الصيادلي والله ما توقفوا البخاخات لحال، كثير كثير بعاني من هالموضوع. نشكرك يعني لليوم دكتورة بشرى الجنيدي، أخصائية بالأمراض الصدرية عند الأطفال. شكرا دكتورة، مبسوطين فيكي، خلينا نقعد نحن وياكي شوي قبل ما شكرا لك، ودائما بالصحة والسلامة لكل الأطفال. ودائما بنقول نحن الثقافة الطبية كثير مهمة، خلونا نغير، خلونا نغير هالمفاهيم القديمة، خلونا نطلع يلا إن شاء الله عن بوجودك ووجود كادر طبي مثل حضرتك. شكرا دكتورة.